رجعنا لحضراتكم بقى عشان نروح لاخبارنا واخبار الكره المصريه. يعني طبعا الخبر اللي واخد ضجه اكبر في الكره المصريه الحقيقه، اتحاد الكره المصري اعلن تعيين كابتن حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر، والكابتن ابراهيم حسن مدير للمنتخب. انا مش هتكلم في اللي فات لان اللي فات كان عشوائي جدا من اتحاد الكره، لكن انا اللي هقوله ان كل الدعم للمنتخب الوطني. احنا ورا المنتخب في الاخر مش ورا اسماء. يعني كابتن حسام حسن مدرب بدا مشواره في سنه 2006 وله تجارب مع منتخب الاردن كمان كانت موفقه، وصل بالاردن للمرحله الاخيره من تصفيات كاس العالم. يعني كمان على المستوى الدولي كابتن حسام حسن بيمتلك خبرات كبيره بمشوار طويل مع المنتخب الوطني كلاعب من سنه 85 حتى 2006. يعني نتمنى نشوف منتخب مصر وجهازه الفني الجديد، اتمنى لهم كل التوفيق. هيكون في مؤتمر صحفي لتقديم الجهاز الفني الجديد يوم 14 فبراير، مختارين يعني يوم الفالنتاين، يوم عيد الحب، هيقدمه المنتخب الوطني. يعني كل التوفيق طبعا لمنتخب مصر. زي ما قلت لحضراتكم مش المفروض نتكلم في اللي فات خلاص. هو كان في شويه، مش شويه يعني بصراحه، كان في عشوائيه كبيره جدا في الفتره اللي فاتت يعني. لكن خلاص احنا بندعم في الاخر منتخب مصر، هندعم اي اسم موجود ايا كان، لكن في النهايه احنا قدام مرحله فيها 9 منتخبات هيتاهلوا من افريقيا لكاس العالم، فاظن ده مش اختبار. احنا بقى بنجهز لفيما بعد. فعايزين يهمنا نهمنا مهمه كبيره جدا قدام كابتن حسام حسن، واظن هو هيكون مميز فيها، ان احنا ننزل بمعدل اعمار لاعبي منتخب مصر. نوسع قاعده اختيار لاعبينا دي. يعني انا احترمت في كارلوس كروش بالمناسبه ده، انا احترمت مع احترامي طبعا لكل الخبرات ومع احترامي للاعيبه الخبره وكل الكلام ده، لازم نحترم الخبرات ولازم نديهم حقهم وكل حاجه ويكونوا موجودين كمان في المنتخب، لكن لازم يكون في تواصل للاجيال. لازم لعيبه المنتخب الاولمبي تاخد فرصه في المنتخب الاول. نعد قاعده ناشئين كويسه، نبص عليهم من بدري، نشوف اجهزه المنتخبات التانية اللي ولا منتخب من قطاع، يعني احنا عندنا حوالي 4 منتخبات ناشئين ولا حد منهم عمل حاجه. لازم نركز مع دول عشان المنتخب الاول. ما هو المشكله مش منتخب اول بس، عشان كده كنا بنقول ان المشكله مش فنيه، مشكله منتخب مصر ما هياش فنيه بس. لو المشكله فنيه بس فاحنا كان عندنا اسم كبير في التدريب، وكان عندنا كارلوس كيروش. على فكره كارلوس كيروش كان بدا ينزل بمتوسط اعمار المنتخب، بدا يشوف ناس جديده، بدانا نشوف بقى نشوف عبد المنعم، نشوف عمر كمال عبد الواحد، نشوف كل اللعيبه الصغيره اللي كانت في المنتخب. كان اختيار كارلوس كروش بالمناسبه هو جدد جيل فعلا. انا اتمنى من كابتن حسام ومن الجهاز الفني، احنا مش بس محتاجين ننزل بالاعمار، لا احنا محتاجين اعداد كامل للمنتخبات اللي تحت كلها، ودي ما هو المفروض انها تكون مهمه المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم كابتن علاء نبيل. بنتمنى له التوفيق، وهو شخص محترم جدا وتاريخ كبير جدا، تاريخ التدريب كبير جدا، وشخص من الشخصيات اللي ليها كل الاحترام والتقدير، ونتمنى ان هو يوفق في المرحله المختلفه اللي جايه. المرحله اللي جايه مش مرحله منتخب مصر الاول بس، لا دي ابسط حاجه. منتخب مصر الاول ده جزء من اجزاء كتير جدا للاتحاد، انما احنا شفنا منتخبات كتير جدا بتفشل. يعني اكتر من منتخب للشباب فشل، اكتر من منتخب كان فيه اسماء لعيبه الناس شايفاها ومتنبئه لها. يعني مثلا منتخب 2005 تقريبا، حد يفكرني، لو هو منتخب اللي كان فيه عمر ربيع، عمر سيد معوض، وكان فيه عمر المحترف اللي كان في الدوري الاوروبي دوت ولعب دلوقتي منتخب اولمبي، عبد اسمه ظاهر، بلال مظهر. المنتخب ده كان فيه لعيبه كتير جدا يتنبأ لها انها توصل، ومنهم بلال مظهر اتخذ للمنتخب الاولمبي. ده الجيل اللي كان كابتن محمود جابر في امم افريقيا للشباب هنا السنه اللي فاتت، كانت البطوله في مصر وما كسبش ولا ماتش بالاسماء اللي احنا بنقولها دي. يعني منتخب فيه محترفين بحجم بلال مظهر اللي انضم للمنتخب الاولمبي، وفي اسماء كبيره وهم لسه صغيرين مش هنقصوا عليهم، اللعيبه ما لهاش اي ذنب، انما المنتخب ده ما فازش ولا ماتش. نحتاج الى تخطيط مختلف الفتره اللي جايه. المرحله دي مرحله تخطيط، اعداد كوادر، ومهم جدا حط يعني خطوط، اكتر خطوط ممكن تحطها تحت كلمه اعداد كوادر دي، تطوير مدربين، رخص، حاجات كتير جدا، حاجات كتير جدا مهمه، مسؤوليه كبيره. نتمنى التوفيق لكابتن علاء نبيل، لكابتن حسام حسن، لكل منظومه الكره المصريه، ونتمنى ان الاداره تعيد تخطيط وهيكله الكره المصريه بشكل عام. يعني ده شيء مهم جدا. دول كلمتين كانوا جوايا نفسي اطلعهم الحقيقه. خلاص احنا اخترنا مدير فني وكلنا في ظهر منتخب مصر، خلاص احنا عندنا مدير فني للاتحاد، وده شيء مهم بالمناسبه. واسم الراجل اللي موجود ده راجل محترم، وراجل ليه سي في قوي جدا وليه تاريخ كبير جدا في مصر، لازم كلنا ندعمه، ولازم يبقى فيه تطور ملحوظ واضح
مش في المنتخب الاول بس، لا الموضوع على قاعده المنتخبات اللي عندك وصولا بالمنتخب الاولمبي والمنتخب الاول بعد كده. انما المشكله ما كانتش في اللعيبه. انا لا الوم اي لعيب مصري في اي فئه عمريه، ما تلومش اي لعيب، لان اللعيب ده اخر واحد في المنظومه. ومش في الاجهزه الفنيه بس برضه، ما هو اختيار الاجهزه الفنيه بشكل عشوائي ده مش ذنب الجهاز الفني اللي جه، لا ذنب اللي اختار واللي اعد الكوادر دي واللي عمل قاعده مدربين المفروض انها تبقى مؤهله لانها تمسك منتخبات. نتمنى ان الفتره اللي جايه تكون مختلفه ونشوف فيها تطور ملحوظ خلال الكام شهر اللي جايين دول.